المدخل الثالث الذي أعتبره أساسيا للتعرف على المكتبة الأدبية العربية القديمة هو مدخل لا يقل أهمية عن مدخل التحقيق وعن مدخل الاستشراق اللذين أشرت إليهما في الفيديوين السابقين. هذا المدخل هو مدخل يتغير ويهدف إلى تعريف الطالب بجملة من المعاجم العربية التي تشكل صلب المكتبة العربية وحجر الزاوية فيها. لا شك أن طالب المكتبة العربية في حاجة ماسة إلى المعاجم العربية بصفة عامة، ولا شك أيضا أن حاجته إلى هذه المعاجم يختلف إليها في كل وقت وحين عندما تضطره ظروف القراءة وملابساتها إلى الاستعانة بهذه المعاجم، يجد نفسه مضطرا إلى هذه المعاجم والوقوف عندها، خاصة وأن مجال اشتغاله واهتمامه هو مجال التراث العربي القديم، أي مجال اللغة العربية الفصيحة القحة التي تتضمن من ضمن ما تتضمنه مصطلحات ومفاهيم وألفاظ لغوية كثيرة. وهذه الألفاظ اللغوية يجد الطالب نفسه مضطرا فيها إلى الرجوع وإلى الفزع إلى المعاجم التي تشكل حجر الزاوية في المكتبة العربية، كما تشكل المعين الذي لا ينضب بالنسبة للغة العربية في مضانها الكبرى. ولذلك أرى من المداخل الأساسية أيضا لدراسة المكتبة العربية مدخل متصل بكتب المعاجم. لا بد أن يعرف الطالب في هذا المدخل أهم المعاجم، معاجم اللغة العربية محقبة تحقيبا تاريخيا، أي مراعين في ذلك زمن تأليفها. من أول معجم عرفته اللغة العربية إلى آخر المعاجم التي تعرفها اللغة العربية اليوم والتي صاهرة على إخراجها للناس مجمع علمي من المجامع العربية الكبرى التي تنتشر في الوطن العربي اليوم في بيئاته المختلفة، إن في القاهرة أو في الرباط أو في دمشق بسوريا أو في عمان بالأردن أو في غيرها من العواصم العربية التي عرفت تأسيس مجامع للغة العربية. كان من مهامها الكبرى إصدار معاجم للغة العربية تتضمن آخر الألفاظ وآخر المصطلحات التي اضطر الإنسان العربي اليوم في تعامله مع اللغات الأجنبية ومع اللغة العربية الأم إلى الاشتقاق وإلى توسيع دائرة اللغة بإضافة ألفاظ تقتضيها الحضارة ويقتضيها العلم بصفة عامة وإقحامها في اللغة العربية، وإصدار كل ذلك ضمن معاجم ارتضتها هذه المجامع لإعانة طلاب العربية في الوطن العربي على اختلاف البيئات للاستعانة بها على تحصيل ودرس وإعانة الطالب على ذلك كله وهو
يهدف إلى تكوين شخصيته العلمية تكوينا رصينا منطلقا من خصوصية الذات ومن مشارب اللغة المصفات النقية اللغة العربية في معاجمها الكبرى التي خلفت لنا حضارتنا وتراثنا العربي المجيد. إذن هذا المدخل أساسي ليعرف فيه الطالب معاجم اللغة الكبرى من العين للجاحظ للفراهيدي إلى معجم لسان العرب وإلى تاج العروس للزبيدي وإلى جمهرة اللغة لابن دريد وإلى المحيط المحكم والمحيط الأعظم وغيره من المعاجم الكبرى التي لا بد للطالب المبتدئ من معرفتها على الأقل بصفة عامة ومعرفة رجالها من ابن سيدة إلى ابن سيدة البطليوسي إلى صاحب كتاب المحيط أو معجم المحيط الصاحب بن عباد إلى غيره من علماء المعاجم الذين صنعوا معاجم وعنوا بصناعة المعاجم في العربية وبذلوا فيها جهودا يؤسس فيها اللاحق درسه وجمعه على ما سبق لغيره أن أسسه وأن كتب فيه و يشير إلى ذلك في كتاب أو في معجم تصبح الحاجة ماسة إليه اليوم لمعرفة ودراسة اللغة العربية. من أساسيات هذه الوحدة أن يتعرف فيها الطالب على أجود هذه الطبعات لهذه المعاجم وعلى أجود التحقيقات العلمية الرصينة التي تعين الطالب وتأخذ بيده لتحصيل العلم العربي المصفى المنقى من مشاربه الأساسية. لذلك سيهتم الأستاذ الباحث في هذه النقطة بأجود طبعات المعاجم العربية ويقدمها للطالب موثقة توثيقا علميا يعصم الطالب من التيه في معاجم طبعات في غير مكان من أمكنة العالم العربي ومن طرف رجال مختلفين بأهداف مختلفة. طبعا الذين ينشرون هذه المعاجم منهم من يهدف إلى خدمة اللغة العربية والبحث العلمي خاصة ومنهم من يهدف إلى الربح المادي والتجاري من طبع هذه الكتب ونشرها للناس. ولذلك إذا كانت الغاية هي إرشاد الطالب لأهم هذه المعاجم وإخراجها للناس منقاة مصفاة بمنهج علمي محقق تحقيقا مضبوطا فلا بد أن يعرفها الطالب في هذه الوحدة معرفة مدققة تعينه على وتختصر الطريق له لتحصيل اللغة العربية من مشاربها النقية كما قلت المصفات بمنهج علمي دقيق. إذن بالإضافة إلى مدخل التحقيق وإلى مدخل الاستشراق يأتي هذا المدخل الثالث وهو المتصل بمعاجم اللغة العربية في
المكتبة العربية القديمة، تحصيله وضبطه والمعرفة برجاله وبأبرز خصائص كل معجم ومنهج البحث فيه والتنقيب فيه عن الألفاظ وعن مختلف الطيارات والمناهج التي يرتضيها هذا المؤلف ويتميز بها عن غيره من صناع المعاجم الأخرى، كل ذلك ييسر على الطالب مهمة تحصيل اللغة العربية وضبط ألفاظها والتبحر في ذلك، مما سيعينه بلا شك على دراسة علوم أخرى مساعدة. يتغيى بدراسة العلم العربي منها دراسة هذه العلوم. فمثلا عندما يريد الطالب أن يدرس علم التفسير فلا بد له من معاجم اللغة العربية. عندما يريد الطالب أن يدرس علم الحديث الشريف لا بد له من الاستعانة بالمعاجم العربية والاستعانة بها على تحصيل هذه العلوم، وكذلك علم الفقه، وكذلك غيره من العلوم الأخرى التي تزخر بها حضارتنا وحضارة أمتنا بشكل كبير ملموس. إذن أعتبر أن مدخل المعاجم ومعرفتها وضبط رجالها وضبط أجود الطبعات فيها مما ييسر على الطالب المبتدئ مهمته في هذه المرحلة، لا بل ييسر مهمته في مقتبل دراساته الجامعية العالية أيضا. ذلك أن الطالب عندما يتعرف على أجود الطبعات المتاحة في المعاجم وفي الاستشراق وفي التحقيق فإن ذلك يظل معه متراكما محصلا تحصيلا جيدا يعينه في المستقبل على خوض غمار البحث العلمي الجامعي الأكاديمي الرصين الذي يختصر به جهودا كبيرة هو في غنى عن هدر الجهود فيها إن هو أحسن الاستفادة في هذه المرحلة من المعرفة بالمكتبة العربية القديمة. من هنا أقول إن دراسة المكتبة العربية القديمة هي دراسة لروافد مختلفة تصب كلها في الثقافة العربية الإسلامية بمناهج مختلفة ومن تأليف رجال متباينين مختلفين في تكوينهم وفي مشاربهم العلمية في الشرق والغرب، والمعرفة بكل ذلك وضبطه ضبطا علميا موثقا الآن مع طالب الفصل الأول ييسر عليه مامورية خوض البحث العلمي المستقبلي الذي هو زبدة ما يطمح إليه كل طالب يضع قدميه الأولى في الجامعة بثبات وبرزانة وبثقة تشرئب إلى مستقبل علمي كبير هو مستقبل الجامعة المغربية وأطرها وطلابها من الآن. ولذلك أعتبر أن تحصيل هذه الوحدة هو تحصيل جزء كبير من المعرفة في الجامعة المغربية، ولذلك مأمورية الطالب في هذه المرحلة هي مأمورية مع هذه الوحدة صعبة كثيرا، تقتضي حضور ذهنين وتقتضي ظهور جهاز نقدي معرفي كبير يمكن للطالب فيه أن يتقدم خطوات واثقة ثابتة إلى الأمام في سبيل الجامعة وفي سبيل الوطن وفي سبيل الثقافة العربية الإسلامية في أبعد صورها العلمية الرصينة.